مكان تحياتي لكم اليوم بفيديو جديد كمان من بيروت. مع انه الجو بارد، الجو صار فيه مطر، ولكن نحن دائما لما نروح على بلد مهما كانت الظروف صعبة لازم نستمتع بجمال هذا البلد. اليوم نروح على الروشة والمنارة. قبل ما نبدأ طبعا حعرفكم عن هالشغلة هاي. هذا عبارة عن جيمبل، هذا بتحط فيه عليه الموبايل وبيثبت الصورة بشكل أفضل. اليوم حيكون أول فيديو نستخدم فيه هذا الشيء، واللي بده يشتري بلاقي الرابط تحت، بيشحن لكل أنحاء العالم مثل ما شحنوا لي يا الجماعة. بالإضافة طبعا دائما لما يكون عندك جو مطر أنت لازم شو تجهز نفسك. فجهزنا نفسنا نحن هون بنوع جديد ولون غريب من المظلات. ما تسألوا ليش شكل اللون، بس اللون صراحة عجبني. هاي هون هلا وصلنا لمنارة بيروت، واضحة عندكم أكيد. مثل ما شايفين هاي منارة بيروت على الكورنيش، وهون كان في اعداد قهاوي، ولكن بسبب انه الاجواء شتاء تقريبا خلى شوي الامور صعبة بالنسبة للناس في كافيات. حتى احلى شيء انه هون في ناس عم ترقد، الناس عم تمارس رياضة الرقد حتى في هاي الظروف اللي نقول الشتوية. وهذا هو البحر الابيض المتوسط، الشاطئ اللبناني. يعني صراحة أنا أتوقع الموضوع يعني ما يحتاج لوصف جميل، يعني لأنه فعلا يعني الدنيا عم بتشتي، ولكن ظل المنظر لحاله يتكلم، المنظر لحاله يحكي، والمنظر لحاله كمان بيعطيك انطباع جميل جدا جدا جدا. شايفين اعداد كان كل الكافيات على مباشرة على البحر، ولكن كلها هلا مسكرة بسبب اللي بنقول الاجواء الطقس تقريبا. استمتعوا معي بهذا الجمال، استمتعوا معي بهي هذا كورنيش بيروت. هلا كمان شوي رايحين نشوف كمان اللي هو الروشة. داخل الكافيه هذا هو اطلالة البحر مباشرة هلا، شيء جميل جدا. اطلالة ولع، ما شايفين هون هاي نحن هلا بالطريق. الشيء الجميل انه مبارح كان كمية مطر فظيعة جدا، اليوم مثل ما شايفين الشوارع 99% 98% ناشفة. شيء جميل، مع انه انا بعرف نظام الصرف سواء في سوريا ولا في لبنان كله من ايام الاستعمار الفرنسي وتم عليه شوية تجديدات، ولكن يعني هذا شيء صراحة جميل جدا انه كمية المطر نزلت امبارح. حاط لكم هلا فيديو تشوفوا كيف الامطار كانت. وهي هون بلش البحر يطلع، يا عيني يا عيني. وهي هون نحن هلا على كورنيش بيروت، حنوريكم اول شيء اللي هي منارة بيروت والمنظر اللي حواليها، وحوريكم اياها كمان امبارح كيف كان مع المطر واجواء المطر، والشي اللي صراحة كان يعني ما كنت اتوقعه انه هيك ينشف بسهولة. ركزوا لي على كمية العالم اللي عم تعمل الرياضة. نحن هلا الساعة 8:30 الصبح، ركزوا لي قديش في كان ناس عم تعمل رياضة وعم تمشي بشكل صباحي تحافظ على صحتها. يعني صراحة شي جميل لما يكون فيها الوعي، شي جميل لما نحن نشوف بلد عربي فيها الناس واعية انه تعمل رياضة من الصبح كل يوم. نحن عم نحكي عن يعني هذا السبب بيخلي الكواليتي اوف لايف بتحسن بالنسبه للناس اللي بتمارس رياضه سواء صبحيات، ولكن دائما اهل الصبح بكون عندهم مثل ما بقولوا بكون عندهم التزام اكثر لانه ماسكين وقت معين. بالاضافه اكيد مثل ما شايفين هي هون المناره، يعني مع المناظر الطبيعيه الحلوه
فالناس بتصير بتمارس الرياضة أكثر وأكثر وأكثر. ولكن هذا الشيء صراحة بتشوفه بشكل واضح يعني على الكورنيش، ولسه حنشوفه أكثر على الروشة. وهذا هون منظر البحر، هلا حنشوفه كمان. شوف هاي هون المنارة عن قرب أكثر، ما خلونا نصور، ممنوع التصوير. بكل حال هذا هون هلا صرنا على زاوية المنارة. هاي هون كمان حنروح نشوف كل الأمور على أرض الواقع. فبتحس الكورنيش هيك حي من الصبح، يعني الناس كلها بتمارس المشي والرياضة بشكل انه كله بشجع بعضه، وانه كله عم يشوف غيره بشكل يعني بيساوي رياضة بيساوي يكون بيساوي مثله. هاي الكلتشر، هاي الثقافة كتير حلوة. هاي هون مثل ما شايفين هيك مستمرين. هاي هون منظر البحر بالكامل من ناحية المنارة. هذا الكافيه كنا قاعدين فيه يوم المطر، هوريكم اياه كمان. ولكن طلعوا لي هون على المنظر الجميل والمبهر. يا سلام يا سلام. ركزوا على الإطلالة الحلوة الجميلة الآن، تطالع من المنارة لناحية الروشة. شايفين؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بتعمل بالعادة بيعملوا لك بوت تريب تحت، بتروح بتشوف كل هالأماكن هاي. ولكن بسبب إنه الطقس إنه ما له مساعد شايفين البحر هايج نسبيا، فما في هذا الشيء اليوم ومبارح ما كان. يا شوفوا لي هالشوفة لإلكم، لبنان قلب الشرق والروشة قلب لبنان. يا سلام. هاي هون الكافيات موجودة بتعطيك اطلالة مباشرة على الروشة، فلمنكي، وفي كمان صخرة هون، وفي لبعده اللي اسمه دروك كمان مطل مباشرة. فهالمنطقة كمان مثل ما شايفين هون كلها فنادق موجودة. الشيء الغريب انه هذا شارع الكورنيش اسمه على جوجل مابس جنرال دي جول، اللي هو كان رئيس فرنسي ايام الحرب العالمية الثانية. استغرب هذا الشيء انا صراحة في مدينة عربية ان يكون اسمه هذا الشيء. طبعا هاي هون كافيات ثانية كلها مطلة على الروشة. بدنا نشوف هلا واحد من هالكافيات ونقعد فيها ونعطيكم احلى اطلاله موجوده لعيونكم. هاي هون اطلاله الكافيه اقرب للروشه. يا سلام.
كمان ناخذ لكم قهوة معنا على الروشة. تفضلوا. خليكم مستعدين لمنظر الروشة الأحلى والمنظر الأحلى في لبنان ممكن تشوفه. هلا حنشوفه سوا. هاي هون منظر الروشة. ما شايفين هون هذا الروشة واقف أمامكم الآن. حقيقي ما شايفين هذا هو المنظر اللي الناس بدون ما يقعدوا على الكافيهات. وبالتالي هذا هو روشة فيو. استمتعوا معي بهالشغلات الجميلة بهالأجواء الحلوة. يا سلام. فمثل ما شايفين هون هلا هاي الروشة على ايدي اليمين. لو كملنا شوي هون على الكورنيش حنشوف بيروت مستمرة على الكورنيش. مثل ما بقولوا يعني فعلا شيء بيفتح النفس انه واحد يجي يمارس رياضة الصبح يستمتع بهيك اجواء جميلة، خاصة لما يكون الطقس مثل اليوم مثلا مناسب مو كتير برد الشمس قوية. يعني كله ممكن ينزل يستمتع بهذا الموضوع. حتى ممكن تنزل وتروح لهون، هاي محل ما بصيدوا السمك تقريبا. يعني في ناس بصيد هون سمك. هذا مقابل الروشة بشكل كامل. يعني هون بإمكانكم تنزلوا لتحت عشان تقدروا تاخذوا القارب، تاخذوا جولة على الكورنيش أو جولة على تقول على حوالين الروشة. هاي هون فندق الموفنبيك. وهلا بدي أوريكم بس لاندسكيب من فوق لتحت. لاندسكيب حلو كتير لمدينة بيروت مبين من هون. خليكم معي هلا كتير منيح حتشوفوا منظر صراحة ولا أروع. الروشة شغلة ثانية وهذا المنظر شغلة ثالثة كمان. شيء رهيب جدا. لاندسكيب يعني على كيف كيف كيف. على أولى هالمنظر الحلو. شايفين هون الخضار مع البحر. بعدين هون بنروح بنشوف شواطئ بيروت. منظر بياخد العين، منظر جميل خاصة مع هذا الغيم. يا ويلي يا ويلي يا خيي. يا سلام.